مشاهدينا الكرام، اسعد الله اوقاتكم بكل خير واهلا بكم الى صدى الاسبوع. عام دراسي يرهق كاهل الاباء برسوم الدراسه والمستلزمات. في ازارق الضالع قرى خارج نطاق الخدمات. سوق الأحد في الضباب بتعز إرث حضاري منذ زمن بعيد. الجرف والاصطياد العشوائي مشكلة تؤرق الصيادين في رأس العارة بلهج. السعيدة تنعي رحيل زميل المخرج أحمد السروري. حصن الفلس بسيئون إرث حضاري يجسد الدور الدفاعي للحصون. طلاب كفيفون بأبين يشكون عدم تعميد شهائدهم الدراسية. مع بدء العام الدراسي الجديد يشكو الكثير من أولياء أمور الطلبة الارتفاع المهول في رسوم التسجيل في المدارس الأهلية، ويقابله أيضا ارتفاع جنوني لأسعار المستلزمات الدراسية. ظروف استثنائية وتحديات كبيرة يواجهها التعليم في اليمن، ورغم هذه التحديات وبجهود القيادات التربوية والقائمين على العملية التعليمية، انطلق العام الدراسي الجديد في اليمن وفتحت المدارس أبوابها لاستقبال الطلاب والطالبات والمعلمين، حيث كان حضورهم لافتا منذ اليوم الأول في العام الدراسي الجديد، حرصا منهم على إنجاح العملية التعليمية رغم المعوقات والصعاب التي تحيط بها. وصل نسبة الحضور بأبناء الطلاب أكثر من 90%، وكذلك حضور المعلمين والمعلمات أكثر من 95%، وهذا يدل على وعي المعلمين وحبهم وحرصهم على أبنائهم وحبهم لوطنهم. أول أسبوع دراسي المعلمات متواجدات بنسبة 100%، الطلاب الطالبات أيضا متواجدين بنسبة 90%، وكما شاهدت كاميرا قناة السعيدة ذلك. لكن نوجه رسالة من هنا إلى ضرورة التعاون في تعاون الجميع، تعاون المجتمع، تعاون مكاتب التربية بالمحافظة في تسهيل العملية التعليمية، وأيضا تعاون إدارة المدرسة. إحنا من هنا نتعاون مع أولياء الأمور، نتعاون مع الطالب بعدم إجحافه في شراء الدفاتر المكلفة، أيضا توفير الكتب قدر الإمكان. بالنسبة للمشاكل التي تواجه العملية التعليمية بشكل عام، يعني صعوبة أو انقطاع التيار الكهربائي بشكل مستمر في المحافظة، وهناك يعني صعوبات بالكتب الدراسية، عدم توفرها بشكل كامل. انقطاع الرواتب مشكلة تثقل كاهل المعلم في ظل ظروف اقتصادية صعبة تمر بها بلادنا، وارتفاع أسعار المستلزمات الدراسية بشكل جنوني عبء يثقل كاهل أولياء الأمور، ويفاقم معاناتهم في التوفيق بين حاجة أبنائهم لتلقي العلم ومتطلبات الدراسة. الأسعار أيضا في بعض شراء المستلزمات الدراسية للطلاب والطالبات في المدارس، وأيضا إضافة إلى ارتفاع الأسعار في الرسوم الدراسية في المدارس أيضا الخاصة والقطاع الخاص. جينا نشتري زي للعيال، والأسعار غالية، كل شيء غالي، والتسجيل في المدارس كذلك غالي. ومن جانب آخر يلجأ بعض الآباء لتسجيل أبنائهم في مدارس خاصة، لكنهم ينصدمون بالرسوم المبالغ فيها من قبل بعض المدارس الأهلية، مما يتطلب وضع ضوابط إدارية وقانونية لهذه المدارس تمنع من المتاجرة بالعلم. نجاح التعليم في اليمن هدف يتطلب تضافر كافة الجهود المجتمعية، ويتطلب تعاون المنظمات والتجار والجهات الرسمية للمساهمة في تخفيف الأعباء المعيشية على الطالب والمعلم بشكل خاص، ذلك أن التعليم هو أساس نهضة وبناء الأوطان. تعاني بعض المناطق النائية في الضالع من الغياب التام للخدمات الأساسية، وتفتقر لأبسط المقومات. يشكو السكان هناك خاصة في الأزهرق من غياب خدمات الكهرباء والمياه والطرقات الوعرة على سفوح الجبال. نتابع. على بعد حوالي 20 كيلومتر شمال غرب محافظة الضالع تقع قرية ثماد التابعة لمديرية جحاف، كواحدة من أكثر المناطق النائية المعزولة عن العالم والخارجة عن العصر وتطوراته المتسارعة في كافة مناحي الحياة. هذه المنطقة وهي منطقة ثماد محرومة من جميع الخدمات، من كهرباء
ومدرسة ووحدة صحية وطرق. أعاني في الجانب الصحي عندما يمرض أحد المواطنين أو أحد النساء إذا تعسرت عليها الولادة، فإننا نقوم بحملها على النعش للمسافات الطويلة، وربما لا يصل إلى مركز المديرية إلا وقد فارق الحياة. وربما إذا تعرض أحد المواطنين للسقوط من جبل أو من مكان شاهق، فإننا لا نستطيع إيصاله إلى مركز المديرية أو إلى المحافظة إلا وقد فارق الحياة. يعيش قرابة 2000 نسمة في هذه القرى المتناثرة على سفوح الجبال حياة إنسان القرون الوسطى، حيث تحول التضاريس الوعرة بينهم وبين الخدمات الأساسية للعيش كالطرقات والرعاية الصحية والكهرباء، وسط غياب تام لأي أدوار وجهود حكومية. نحن أبناء منطقة ثماد نعاني من شحة المياه والخدمات الصحية والتربية، وكما نعاني أكثر معاناة من شحة المياه لأننا لا نمتلك مياه آبار أو عيون، وإنما نمتلك تخزين مياه الأمطار فقط في هذه المنطقة. نناشد السلطة المحلية في المديرية وفي المحافظة وأيضا المنظمات والجهات المانحة بلفتة النظر إلى هذه المنطقة التي تعاني من جميع الخدمات. مناشدات الأهالي للسلطة المحلية وللمنظمات الدولية العاملة في المجال الحقوقي والإنساني بأت بالفشل، ولا أحد يسمع أنات أطفالهم أو نحيب كهولهم في بطون هذه الجبال، ولا منقذ لهم سوى الله ومن يهيئه لهم من رجال الخير. فهل من آذان صاغية وأياد كريمة تخفف عنهم النزر اليسير في صراعهم المرير لأجل البقاء على قيد هذه الحياة القاسية؟ يعد سوق الأحد من الأسواق الشعبية العريقة في منطقة الضباب بتعز، وهو من المآثر التراثية يقصده اليمنيون من كل مكان خاصة يوم الأحد. تتميز معظم المناطق خاصة الريفية بوجود مجموعة من الأسواق الشعبية فيها، تلك التي أصبحت بمثابة مآثر تراثية يقصدها المواطنون في أيام معينة، ومنها سوق الضباب في محافظة تعز والمخصص له يوم الأحد من كل أسبوع. هذا سوق قديم على مستوى سوق أحد الشعوبة، ويقال عنه سمن الشعوبة كل الهائل، يشهر في السلالات البهائم الأغنام الأبقار والمواشي، عدة أنواع المواشي والخضار يوجد من أم من ذمار من جهران، وعلى مستوى المحافظات من داخل الحديدة من تعز، وهو يقع في مديرية المعافر عزلة أحد الشعوبة، وهنا يوجد جبل سامع، جبل الجبزية، بن بني حماد، الخضار الغيل داخله كل شيء يوجد، العلوم عمره 100 سنين، 100 سنين قديم هذا. لسوق الضباب هنا مكانة رمزية منذ قديم الزمان، ففيه يلتقي الناس وتعرض البضائع من المواشي والأغنام والطيور وأدوات الحراثة كالفأس والمجرفة والحجنة والسطول اليدوية وغيرها. يتميز السوق بيوم الأحد ببيع الأغنام والأثوار والأبقار وكل شيء داخل السوق، من خضروات، من حب، من ذرة، من كل شيء، من اللحوم، من كل حاجة، الصيد، كل أنواع، كل شيء موجود بالسوق يوم الأحد. الحرف المطارق والعطوفات والحجان. سوق الأحد المواسط الشعوبة. ايش تبيع داخل؟ نبيع ذرة حبوب، حبوب ذرة حبوب. يتوافد المواطنون لهذا السوق من مختلف القرى والعزل المجاورة، ففيه يجدون حاجتهم التي تؤجل طوال أسبوع كامل ويتم توفيرها بعد ذلك في يوم واحد، وهو التقليد الذي عرفت به معظم الأسواق الشعبية في الجمهورية اليمنية. توافدوا من كل المديريات المواسط، من جبل حبشي، من النشمة، من سامع، مديرية سامع، مديرية المواسط، من مديرية المعافر، من جميع كل الشماليتين. تلائم الأسواق الشعبية دخل الفرد بعروض تجذب الانتباه وتسهيل كبير في توفير الاحتياجات لأبناء الريف تحديدا وفي مكان واحد. في مشكلة مستمرة وتتسبب في خسائر اقتصادية كبيرة وتدمير الثروة السمكية في البلاد وتؤثر بشكل مباشر على الصيادين، لا يزال الجرف والاصطياد العشوائي للأسماك والتهريب لهذه الثروة مستمرا حتى اللحظة.
تعد بلدة رأس العار الساحلية بمحافظة لحج واحدة من أهم الممرات البحرية والبرية المتاخمة لمضيق باب المندب، ورغم أهميتها الاقتصادية للبلد لا تزال تعيقها العديد من العثرات التي أنهكت سكانها وحالت دون تحقيق مرامي أهلها. ولعل أبرز الصعاب التي تواجه سكانها الذي يمتهن غالبيتهم الاصطياد البحري كمنطقة ساحلية الجرف العشوائي لثروتها السمكية والتهريب المتعدد الأوجه في المنطقة. منطقة رأس العار تحتل موقع استراتيجي هام، فهي تقع بين ممرين دوليين، ممر بحري وممر بري، وحدها من جهة الشرق اللي هو مدينة عدن، ومن الجهة الغربية مضيق باب المندب. إلا أن هذه المنطقة تعاني من الحرمان والتجاهل من كثير من الخدمات الأساسية، وأيضا في الجانب الثروة السمكية فهي من أهم مصائد الثروة السمكية، إلا أن هذه الثروة لن تستغل ولن يستفيد منها أهل المنطقة. يقدر عدد الصيادين في بلدة رأس العار الساحلية زهاء 700 صياد يقضون معظم وقتهم في البحر طلبا للرزق، لكن جملة من الهموم التي أثقلت كاهلهم لم تنزاح بعد وزادت من الأحمال عليهم في ظل غياب الرؤية الثاقبة لانتشال القطاع السمكي وإزاحة المعوقات التي تكدر من نموه وتطوره. تحتاج إلى كاسر مواج، لأن نتيجة الرياح الوافدة في شهر 7 من منطقة الغرب، ومعانا الصياد أن البلاد لم توجد لها كهرباء ولا الماء. التهريب على مستوى الساحل، على مستوى الجمهورية، على قولتك على مستوى العالم يطلعوه في رأس العار بالداخل. الحبوس لو قلت لك أكثر من 100 خيمة في البر، أكثر من 100 خيمة، ويتقاتلوا عدم محمد تنسلعين، يتقاتلوا بين تنبيل ولا يقتلهم واحد مواطن وراحوك في رجحلة، ما حد داريبه. أصبحت السفن تقرف، صياد يقرف، وما عاد احترام لهذا البحر. والآن المعانا معانا الصياد. عندنا هموم ومشاكل ليعلم بل علم الغيوب. أولا المياه والكهرباء هذه صفر، ثانيا قرف البواخر، السخاوي ضاعت علينا، تترح 100 سخوة يقرفوا لك خلوا لك 10 90 يروحوا. غادرت قناة السعيدة بلدة رأس العار الساحلية تاركة خلفها آهات وأنات سكانها وصياديها التي لم تهدأ بعد، لترتسم في الأذهان واحدة من أهم المآسي الإنسانية في المنطقة الاستراتيجية تتمثل في معضلة التهريب التي أرهقت بر رأس العار وبحرها وزادت من عذابات سكانها. فوجئ الوسط الإعلامي في اليمن برحيل إحدى القامات الإعلامية، حيث نعت قناة السعيدة والأوساط الإعلامية اليمنية رحيل المخرج الشاب أحمد السروري الذي وافته المنية عصر الثلاثاء الماضي. ويعد السروري أحد المخرجين الشباب المميزين والذي ترك بصمة مهمة في الإعلام التلفزيوني. عندما لا ندري ما هي الحياة، لا يمكننا أن نعرف ما هو الموت إلا عند مفارقة أحبائنا. وقتها يكون الألم الذي يحترق في القلب فيشعل فيه الأسى، وهذا ما نشعر به بعد فجيعة الوسط الإعلامي في اليمن برحيل أحد القامات الإعلامية المخرج الشاب أحمد السروري والذي وافته المنية عصر الثلاثاء الماضي. أحمد السروري صديقنا وزميلنا وأخونا المخرج الرائع اللي ما توقعناش، كان أقوانا وأصبرنا جلدا متحمل، كان أكثر واحد منا كلنا صبرا في الميدان في أي برنامج أو مسلسل. ما أقدرش أقول شيء، فاجعة وصدمة كبيرة جدا جدا للي ولكل زملائي سواء الممثلين والفنانين والمخرجين لقناة السعيدة وكل القنوات اللي عملها سواء الحكومية والخاصة. الله يرحمك أحمد، أحمد الأبرار. اليوم فقدنا واحد من الأسماء البارزة، من الأسماء اللامعة، من الأسماء اللي عشنا إحنا وياها سنين طويلة سواء كان على الشاشة أو خارج الشاشة. اليوم فقدنا، لم نفقد فقط يعني مخرج وأستاذ ومصور ومعيد، بل فقدنا أخ وزميل وصديق عزيز علينا. يعني اليوم بكل يقين اليوم هو جرح سيترك أثر غائر يعني لسنين طويلة.
السروري الذي درس وتعلم في كلية الفنون الجميلة في محافظة الحديدة وحصل على المرتبة الأولى، انتقل للعمل التلفزيوني في مجال الإخراج، حيث عمل مخرجاً لبرنامج الكاميرا في الريف الذي عرض على شاشة قناة السعيدة لثلاثة أعوام من أصل مواسم متعددة، كما أخرج برنامج طائر السعيدة في موسمه الأول، وكان مخرجاً مساعداً في مسلسل غربة البن في موسمه الثاني، وكانت لديه العديد من الأعمال في عدد من القنوات اليمنية. أحمد سروري من الأساتذة في مجال الفن، مجال الدراما، مجال التلفزيون. أبرز أعماله كانت الكاميرا في الريف، برنامج كاميرا في الريف، برنامج طائر السعيدة، أستاذ جامعي في كلية الفنون الجميلة. أنا أعتقد أن غيابه بيأثر كثير على الساحة الفنية، إنه من الأشخاص المتخصصين، الأشخاص النادرين. رحمة الله تخشاك أخي وصديقي المخرج الإنسان أحمد السروري، هو ليس صديق أو بالأصح هو أخ. أنا رحت أنا وأكثر من منطقة وأكثر من محافظة، وعشت أنا وهو أيام وليالي يعني. وهل هناك أقوى من أن يكون رفيقك في السفر؟ يعني هو ليس صديق بل أخ، رحمة الله تخشاه. أحب مهنة الإعلام ونقلها للآخرين برحابة صدر من خلال تدريسه في عدد من الجامعات الخاصة لمادة التصوير والإخراج التلفزيوني، كما كانت له العديد من الأفلام الوثائقية التي عمل على إنتاجها. صدمة وفاجعة رحيل الأستاذ والأخ والصديق المخرج العزيز أحمد السروري الذي مثل رحيله عنا فاجعة كبيرة. الأستاذ أحمد السروري كان له بصمة في واقع الإعلام اليمني بشكل عام، عمل وكان له الكثير من الأعمال الدرامية، كان آخرها شارك في مسلسل غربة البن الجزء الثاني، أيضا كاميرا في الريف، وأيضا طائر السعيدة الجزء الأول. كان أيضا مدربا ومدرسا ومعلما. نستطيع أن نقول لقد ترك فراغا كبيرا لدى الساحة الإعلامية. نسأل الله له الرحمة والمغفرة، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه لراجعون. أنا صراحة مصدوم بهذا الخبر، لكنه إرادة الله ومشيئة الله أن ينتقل إلى رحمة الله وإلى جوار ربه عز وجل. نسأل الله له الرحمة والمغفرة. عرف السروري بين أهله وزملائه برحابة صدره ودماثة أخلاقه وابتسامته التي لم تكن تفارقه، لذا كان رحيله موجعاً لمحبيه. من الفقدان وحده ندرك قيمة الآخرين بعد رحيلهم، لذا نخاف اللحظة الهاربة من الحياة. رحمة الله تغشى زميلنا المخرج أحمد السروري وخالص العزاء والمواساة من أسرة قناة السعيدة لأهله ومحبيه. إنا لله وإنا إليه راجعون. الآن نذهب وإياكم إلى فاصل من الإعلان ومن ثم نعود. المطاعم اليمنية في الهند تجمع لليمنيين والعرب. حصن الفلس بسيئون، إرث حضاري يجسد الدور الدفاعي للحصون. تبدو المطاعم اليمنية بأكلاتها المشهورة حاضرة وبشكل كبير في الكثير من المدن والولايات الهندية، وتشكل مراكزا لتجمع اليمنيين والعرب. هذا التقرير من الهند، نتابع. الأكلات اليمنية بنكهتها وتميزها تحل كضيف مميز في أي دولة يسافر إليها الإنسان اليمني. جمهورية الهند واحدة من البلدان التي انتشرت فيها مؤخراً العديد من المطاعم التي تقدم المأكولات الشعبية اليمنية المتنوعة،
فلا تكاد تخلو المدن الرئيسية في الهند مثل مومباي وبنجلور وحيدر أباد وبونا وغيرها من وجود مطاعم تقدم أطباق بنكهة يمنية خالصة. عندما نغترب في بلاد المهجر تجمعنا حب الوطن كيمنيين. نحن نبعد كل اختلافاتنا السياسية عندما نغادر اليمن ونجتمع هنا كيمنيين نحب التكاتف خارج اليمن. هذا طبعا هذا الحاصل. لنا 6 أشهر نادية في الهند ونأكل طبعا على 3 هندية لكن لا نستصيغها الهندية في اليمني. واتفاجأنا هنا في المطعم هذا موجود الأكلات الشعبية منها العصيد السلتة المندي كل شيء موجود. أكلات شعبية يمنية أصيلة سلتة الفحصة الخبز التنور وفي عنده يعني أكلات كثيرة من الرز اللحم مراق هذا موجود كله يعني دي أكلات شعبية يمنية موجودة في هذا المطعم. شهرة المطبخ اليمني وتنوع وصفاته ونكهته بامتداد الجغرافية اليمنية جعل الإقبال على هذه المطاعم يمتد أيضا إلى أبناء الجاليات العربية وغير العربية والذين ما أن يتذوقوا المأكولات اليمنية إلا ويصبحوا من عشاق المائدة اليمنية والتي تعد غنية بأصناف مميزة مثل الزروبيان والسلتة والعصيد وكذا المقبلات مثل السحاوق وأيضا العصائر والوجبات الخفيفة والشاي العدني وغيرها من الوصفات ولتصبح هذه المطاعم أيضا نقطة تجمع وملتقى لليمنيين والعرب. ميا ميا يمني غدا ميا ميا تمام زربيان لام مندي شوايا فاسا مرق تو فتا مرق تمر كل شيء تمام الحمد لله. أيوة أنا أكل أنا إمني أكل أكل كل يوم تمام كويس جدا زين. الجالية العراقية هنا تقريبا موجودة 300 و400 دائما بنحب المطاعم اليمنية موجودة هنا بكثرة بس الموجود هنا تقريبا ناكل الكبدة والدكة والعصائر أنا كثير مجنون في العصائر والمجنونة هاي كانت كل أكلة جديدة علي بالضبط. في سلطة في فحصة برما هنيف مندي مخبازة سيادة طفاية كثير نمونة موجود في أكل صومالي هندي ويمني كل حاجة موجود. وجبات الحلويد المندي الرز مشكلات خبز فتة جميع الوجبات اليمنية والعربية هنا في الهند. بنكهة فريدة ومذاق متميز تقدم هذه المطاعم أطباق يمنية تحكي عن جزء من إرث حضاري وموروث غني يزخر به اليمن السعيد. يعتبر حصن الفلس بمنطقة القرن بسيئون من أهم الحصون التاريخية والدفاعية التي بنيت في القرن العاشر بان عهد السلطان بدر بن عبد الله الكثيري وله الكثير من المميزات. يعتبر حصن الفلس بمنطقة القرن بمدينة سيئون عاصمة وادي وصحراء حضرموت من أهم الحصون في المحافظة وبني آنذاك في القرن العاشر في عهد السلطان بدر بن عبد الله الكثيري ويتميز بناؤه بمادة اللبن الطين. بني هذا الحصن في حوالي القرن العاشر في عهد السلطان بدر بن أبي طويرق أو بدر بن عبد الله الكثيري كجزء من الحمايات للمدينة ويعني هناك السور الذي تم بناؤه في هذه الفترة ينطلق أو يبتدي من منطقة القرن في شرق سيئون ثم يمر بمنتصف المدينة وسط المدينة كسور وله بوابات وأبراج دفاعية أو للحراسات وينتهي في الجهة الغربية في منطقة شهارة في سهيل سيئون أو غرب سهيل سيئون. يقع مبنى حصن الفلس على تلة صخرية كبيرة كجبل صغير انفصل عن الجبل الأكبر الذي يحمي سيئون من الشرق ويشرف على أجمل أحياء المدينة وهي منطقة القرن وهو بمثابة حصن عسكري لحماية المدينة من كل الاتجاهات. ونظرا لموقع الحصن في الجبل مؤخرا تم بناء مجسم له على الخط الرسمي حتى يشاهده الناس عن قرب ويلتقط بجانبه أفضل الذكريات.
الأهمية طبعا التاريخية لهذا الحصن لا شك أنه كانت مدينة سيون في هذه المرحلة مدينة بدأت في الازدهار في هذه الفترة، فقد كانت قبل تلك الفترة أو ما قبل القرن العاشر يعني قرية صغيرة في الوقت الذي كانت فيه يعني دولة الكثير ما زال عهدها في منطقة بور الواقعة شرق مدينة سيون، ولكن في عهد السلطان بدر بن عبد الله الكثيري أبو طويرق يعني بدأ ينقل العاصمة أو نقل العاصمة إلى مدينة سيون، فبالتالي تحتاج إلى تسوير وإلى حماية لكونها تتعرض لبعض الهجمات من بعض القبائل وبعض البدو. هذا الموقع كان مجهول سابقا، كان كله عبث وقمامة، وبعدين طرحنا الفكرة على الأخ مدير عام صندوق النظافة قلنا له ايش رايك بنعمل ميسم او نافوره، قال ما عندي مانع انا بشوف الاستاذ صام حبلش الكثيري وان شاء الله حسبت وياهات وبنشوف ايش المناسب للموقع وان شاء الله بنبدا في العمل. اشتغلنا نحن الميسم الاصلي اللي يعني اللي فوق الجبل هنا فوق القرن، اشتغلوا اخي خميس عوض بارماده، وقام برضو اخي عمر الشاعر الله يرحمه بكلمات في السبعينات، أدى كلمات على الحصن ومن ضمن الكلمات قال عزوك يا حصن الفلس ردوك لا صف المآثر ولقوا لحيطانك ملس من بعد ما قد كنت داثر، وتفننوا كل النقش برع وداخل في السقوف يا قلب حب ماشي عتب والحب بين الناس معروف. وهذا الحصن يعتبر قلعة في حي القرن ونحن مهتمين به من زمان ما هو من اليوم. يتسم الحصن في مظهره الخارجي على شكل دفاعي لحماية المدينة من أي هجوم قادم، حيث يتكون من طابقين مكتملين، وهناك أبراج تتواجد في ثلاثة فقط من أركانه، بينما الركن الرابع يتصل مباشرة بالسور، وكذا توجد فيه بعض الفتحات المثلثة، ويتم من خلالها الرماية والدفاع عن النفس. تتحول صناديق القمامة في شوارع الحديدة يوميا إلى موقع لتجمع فئات مختلفة من الأسر للبحث فيها إما عن بقايا طعام للجوع أو جامع مخلفات الباسك والمعدن وباعتبارها مصدر دخل للكثيرين. أن ترى كثيرا ولا تملك شيئا هو أن تملك عينا غنية ويدان فقيرتان، والفقر هو أسوأ أشكال العنف، ومن هذه الأشكال بحث الناس هنا في شوارع محافظة الحديدة عما يسد رمقهم من صناديق القمامة. هذا بيشلوا منها رزق من القرمائم يابوها للغنم ويابوها للمواشي ويشتروا منها أكل لعيالهم، وبعضهم يشلوها الكراتين ويحرقوها للغاز لأنها ما بسبب عدم الغاز. أصبحت هذه الصناديق مصدر دخل وحياة للكثيرين ممن يبحثون عن بقايا الطعام لهم ولأطفالهم، كما أن بعضهم يبحث فيها عن بقايا الكراتين والقراطيس لاستخدامها بدلا للحطب والغاز خصوصا في أيام البرد لتساعدهم على طبخ وجباتهم وتدفئة أجسادهم. الحطب الحطب اللي بيعها كذا همية أيضا بعض الناس القراطيس يجمعها من القمايم والكراتين يلقطوها والله يلقطوها يبيعوها من الغداء حق عيالهم ما لك أنت احنا بيعنا. في هذه الصناديق أيضا تجد منهم من يبحث في داخلها عن بقايا طعام لأغنامهم بعد أن عجزوا عن شراء الأعلاف لها. العجز هنا مفتاح الفقر، والفقر في الوطن غربة. في القمامة يستفيدوا منه الناس الضباحة، يلاقوا أغفيات دباب، يلاقوا قوارير، يلاقوا ماكل للغنم، يلاقوا ماكل لهم، يلاقوا كل شيء. القوارير والدباب من القمائم والأكل، والناس يعني ميشتون يعني ما يعني ما حسي حق يوم يروح أكلوا حق شيء، يعني كتبوا أكل من القمائم يروح يأكل ويروح يشرب انفين يعني. حالة مأساوية يعيشها بعض من أبناء محافظة الحديدة جعلتهم يبحثون عن طعامهم بهذه الطريقة
بسبب تردي الحالة الاقتصادية وعدم توفر الأعمال ومصادر الدخل لهم. نظرا للوضع المتردي وقلة مصادر الدخل، للأسف الشديد أصبحت الصناديق القمامة مصدر يعني رئيسي للأسر الفقيرة. البعض يأخذ العلب البلاستيك من صناديق القمامة لكي يبيعها، والبعض الآخر يأخذ البقايا الأكل ويقوم بإعطائها للحيوانات. للأسف الشديد تذرف عينيك ويتقطع قلبك عندما ترى شخصا يأكل من برميل القمامة. طوبى للفقراء، فبفضلهم يمكننا أن نتقرب إلى الله، لذا وجب الالتفات لهذه الحالات ومحاولة دعمها بأي شكل من الأشكال. تمكنت السيدة المرحومة زليخة ابنة النعمان من أن تكون ملكة في قلوب الناس بما صنعته من أجل الفقراء، وأطلق عليها هذا اللقب حين حولت دار النعمان إلى ملجأ للأسر الفقيرة والمحتاجة. تتميز بعض المناطق في بلادنا بحضورها التاريخي وتأثيرها الاجتماعي المستمر على مدى سنوات طويلة، ومن هذه الأماكن دار النعمان في منطقة التربة محافظة تعز، والذي جاءت فكرة بنائه بعد أن قام الشهيد أحمد نعمان بزيارة إلى تركيا بطلب من العثمانيين لتهدئة الأوضاع حينها في المنطقة. وقد قدمت عروض كثيرة لأحمد نعمان الجد الأول لآل نعمان، وحينها طلب من العثمانيين تنفيذ مخطط معماري في التربة يشابه القصر الذي يسكن فيه في إسطنبول، ومن هنا جاءت الفكرة. الشهيد أحمد نعمان زار تركيا بطلب من العثمانيين آنذاك لتهدئة المشاكل التي كانت في أيامها والحوار، وطلب منه أن يفصح عن ماذا يريد من طلبات شخصية أو، فأبى إلا أن قال لهم أريد مخططا لنفس القصر الذي أسكنه في إسطنبول، وأعطوه مخطط، وعندما عاد قام ببناء هذا الدار. تم بناء هذا الدار الشامخ ومضى على تواجده أكثر من 130 عاما، وأصبح مزارا للعديد من الشخصيات والوجهات الاجتماعية أنذاك كالرئيس الحمدي وغيره. زاره إبراهيم الحمدي رحمة الله عليه، زاره علي عبد الله صالح رحمة الله عليه، كل من حتى الإرياني، حتى القاضي عبد الرحمن الإرياني. تميزت أبواب وشبابيك وقمريات الدار بكونها مصنوعة بشكل مذهل وبطراز معماري رائع وجميل، كانت من صنع اليهود آنذاك. كما تميز أيضا بتواجد الشخصية المعروفة فيه، وهي زليخة بنت عبد النعمان التي كانت بمثابة ملكة التربة واشتهرت باسم الشوفة. غالبية الأبواب الموجودة حاليا من صنع اليهود وبعض القمريات، الأشياء الزخرفة الذي فيه من صنع قديم من صنع اليهود. شوفة كان بالنسبة لأبناء التربة تعتبر أم المساكين، يعني هي كانت تعتبر أم المساكين. إحنا كنا حتى في أيام العيد، كان العيد كان يشكل بحد ذاته فرحة للأطفال، لكن إحنا كان فرحتنا إنه نصل دار النعمان نحصل على عيدية من الشوفة نفسها، كان هذا عندنا عيد بحد ذاته. الحقيقة كان هم لأصحاب التربة كنا الله رضى مع جلة وخلحوش هذه المشاري فوق، المشاري فوق قيمة الآن من المناحي من نواحي التربة كله، وبطير وذرة وعصيد وسلتة بسبات تتغدي من آتيك وخرجتي تجي الساعة سنتين بعد ما تغدو وانت جيعان. أنا جيعان محل أنا شبه وزيتي والفطير والفتة والجاهز. جعلت السيدة زليخة هذا الدار ملجأً لإعانة الفقراء والأسر المحتاجة، وسخرت ثروتها وأراضيها لإطعامهم، وجعلت الدار مفتوحة أمام قضاء حوائجهم. كما قامت بتزويج الشباب وتكفين الموتى وإطعام المرضى والمسجونين وغيرها الكثير من الأعمال الخيرية التي ما زال صداها يتردد بين الناس حتى اللحظة.
دخلت الدار هذا وانا عمري 15 سنه، والام الفاضله هذه زليقه عبد الرحيم عبد القادر نعمان كانت تجيب لكل الناس وتطعم كل الناس وتعطي وتهب ما كل ما عنده لاي واحد، ما ترجع شيء واحد ولحد الان. كانت تقوم باعمال خيريه مع الناس جمعه، واهل المنطقه يعرفوا كلهم، الحجريه كلها تعرف مش الا اهل المنطقه يعرفوا عني. ولما يصيب واحد كم شيء يصيب واحد، محق يعجز واحد عن وصفه اصلا، حتى الوصف نفسه يعجز انه يصيبه باعماله. يعني الوحيده كانت الحجريه ملقى لكل الناس، مجنون بخير حي تعبان ما تقبل كل الناس، وبابه مفتوح ما حمتلعش منه. كان ولا يزال لدار النعمان قيمته الكبيرة المنسوجة على ماضي الزمن وحاضره، مما جعله معلما مهما من معالم مدينة التربة في محافظة تعز. الآن نذهب وإياكم إلى فاصل من الإعلان ومن ثم نعود. زراعة البن ومحاصيل أخرى تجربة تبشر بحصاد وفير في الضالع. طلاب كفيفون بأبين يشكون عدم تعميد شهائدهم الدراسية. أهلا بكم. في صورة مشرقة لإرادة وعزيمة الإنسان، يقدم أحد الأطباء أو يقدم خدمته الإنسانية من على كرسي متحرك بمحافظة ذمار رغم ما يعاني. توقفت الحركة في قدميه، لكنه أدار الحياة على كرسيه المتحرك. معاق يعالج أصحاء، من يحتاج للعون قدم المساعدة للمئات من المرضى. المكان مدينة ذمار، الزمان منذ 14 عاما إلى الآن، وما يزال الطبيب محمد صالح عباد يقدم خدماته الطبية في جمعية الهلال الأحمر اليمني، وهو الخريج من كلية الطب والعلوم الصحية، وفي دفعتها الأولى لا يعرف الكلل، مثال للنشاط والعزيمة والنجاح. لا انا طبعا يعني بدايه يعني اصابتي كانت يعني بفيروس شلل الاطفال اثناء يعني مثلا بعمر 3 سنوات. بدات يعني دراستي بفضل يعني تشجيع اسرتي، يعني لقيت تفاهم يعني وتشجيع اسرتي، وبالذات يعني جدي كان الله يرحمه كان يعني متفهم لحالتي وكان دائما داعم لي وكان يعني شجعني على الالتحاق يعني بالدراسه وبالهذا. وجدت صعوبات كثيره في بدايه يعني مثلا دراستي، يعني لأنه كانت يعني مثلا المدرسة بعيدة قليل عن القرية التي كنا نسكن فيها، فكنت دائما كان يعني يحملني أخي إلى المدرسة في يعني الدراسة في الدراسة الابتدائية. في عامه الثالث من طفولته كان الطبيب محمد عباد ضحية شلل الأطفال في مديرية السد بمحافظة إب. إصراره على التعليم جعله يرحل طويلا فوق كتفي أخيه محمولا وعلى ظهر الحمير ليكمل تعليمه الأساسي قبل أن ينتقل ليتم ثانويته في ذمار ثم في جامعتها طالبا في كلية الطب. مهارته أدهشت مرضاه، وللطف تعامله احترمه الجميع. وكان دائما يعني املي كنت دائما ان انا ضروري يعني اتغلب على الاعاقه واثبت يعني للمجتمع وللاخرين يعني انه الانسان المعاق يعني قادر انه يوصل الى ويحقق اشياء يعني قد ربما لا يستطيع يحققها الاخرين. فكان يعني هدفي دائما انني التحق بكليه الطب، وانهيت دراستي في تقريبا 2004، تخرجنا اول دفعه من كليه الطب في جامعه ذمار. التحقت في العمل هنا في الهلال الاحمر في نهايه 2006، هي تقريبا اعمل هنا في الهلال الاحمر 14 سنه. طبعا الدكتور محمد عباد هو يعتبر نموذج مميز داخل الهلال الاحمر، ودائما من الاشياء الجميله فيه انه دكتور بمعنى الانسانيه، يتعامل مع المريض بروح العطاء والايثار والتضحيه. الاعاقه الحقيقيه ليست في اطرافنا التي سكنت عن الحركه،
لكنها قد تكون في أفكارنا التي في عقولنا. وضرب لنا الطبيب محمد مثلا للكفاح من أجل تحقيق الحلم، وللنجاح من أجل كل معاق، أن لا شيء سيعيقه طالما قلبه ينبض وعقله يفكر بحرية. في تجارب زراعية جديدة تلاقي زراعة البن ومحاصيل أخرى بمحافظة الضالع نجاحا مهما رغم تخوف العديد من المزارعين من هذه التجربة. نتابع. نحن شعوب نأكل مما لا نزرع ونلبس مما لا نصنع، مقولة حاول المزارع عبد الروسي أن يثقبها بمنجله ويعيد لهذه الأرض الطيبة الحياة. يتحدث الروسي عن تجربته بكثير من الفخر ويقول أنها بداية للاستغناء عن الخضروات الممتلئة بالمبيدات والأسمدة المسرطنة. زرعت في مجال الطماط والبامية والكوسة والبسباس، وعلى أني يعني ونجحت في مجالها، لكن الآن لن يوجد عندي إمكانية أكمل البذور الثانية، ولن يوجد عندي دعم، ولا يعني أحد مهتم بمجال الزراعة هذا. الصعوبات هي المياه فقط، والبذور غير موجودة من الضالع، ماشي لا يوجد أي إنسان بيع بذور، يعني وخاصة الفلبينية، لأنها أشياء فلبينية هذه هي ملقحة. عودة الناس إلى الاهتمام بالزراعة بكل تأكيد سوف يخفف عنهم الكثير من المتاعب. هنا في وادي الشعب إلى الشمال من مدينة الضالع، تسيطر شجرة البن على المساحات الخضراء إلى جانب بعض الفواكه كالعنب والمانجو والرمان، وهذا مؤشر إيجابي شجعنا في أن نسلط الضوء على هذه التجربة. البن هذا الوادي من قديم الزمان، ونحن الآن نجدد الآن زراعة البن في أطراف الأراضي، لأن شجرة القات قد طأت وادي الشعب، لا توجد أي فاكهة إلا موجودة مثل التفاح والرمان وكذلك المانجو والموز والعاط، إلا أن هناك تقصير من الجهات الرسمية، ليس هناك أي جهة داعمة، ليس هناك جهة داعمة تدعم من البذور وكذلك الأسمدة وناس الخبرة على المواطنين، ليس هناك مرشدين زراعيين، لأن هذه الأشجار بحاجة إلى وقاية من الأمراض، من التعفن، من المن. بدايات خجولة أقدم عليها المزارعون على أمل أن يلاقوا الدعم والتشجيع من الجهات المسؤولة لتحقيق الحد الأدنى من الاكتفاء الذاتي ولكدح جماح تمدد شجرة القات على حساب المنتجات الزراعية الأخرى. تزداد معاناة أصحاب الإعاقات وذوي الاحتياجات الخاصة في مدينة الحديدة، وتشتد ألامهم كل يوم في ظل تزايد أعداد المعاقين وعدم وجود مراكز خاصة بهم. لا زالت اليمن في خضم ويلات آثار الحرب القائمة عليها منذ سنوات، لينال الناس نصيب الأسد من مخلفاتها وآلامها وأثارها الجسيمة عليهم، لا سيما محافظة الحديدة التي يعاني أبناؤها الحاجة والفقر، ناهيك عن أنها خلفت فيهم الكثير من ذوي الاحتياجات الخاصة والذين لا يجدون مأوى لهم ولاحتياجاتهم. لا في مراكز حكومية، لا في مراكز خاصة، لا في أي مراكز. الله لنا هذا المركز هذا بعد القفلة الانتهية، خلاص ما عاد فيش أي مركز المعاقين ولا في أي حق من حقوق المعاقين، لا صندوق ولا يعني مساعدة للمعاق، لا بتخطيط رأس ولا في علاجات ولا في حقائب ولا حتى يعني صعوبات كثيرة، يعني صعوبات حتى المواصلات الآن ما فيش غاز، المواصلات إذا مش ركب من المطار إلى هنا افتي 800,000، طيب والباقي طيب الحقائب، طيب قيمة الجلسة، طيب ما يكونش مركز واحد، يكون مراكز كثيرة، لأنه الأطفال كثير معاقين كثير، يعني لديهم يعانون الأمهات والأبهات من هذا الشغلة، كم الأم مع 2-3 في البيت لا تخرج ولا تدري فين تروح، البيت جالس ما تصلح.
وتزداد معاناة أصحاب الإعاقات من ذوي الاحتياجات الخاصة في مدينة الحديدة، وتزداد آلامهم من وقت لآخر بسبب عدم توفر الرعاية الطبية لهم، وكذا لاحتياجاتهم المادية من أدوية وأدوات خاصة ومراكز تؤهلهم كي لا يصبحوا عالة على أنفسهم ومن حولهم. ففي كل يوم تزداد الإعاقات جراء الحرب والأمراض الولادية، وكذا الأمراض بسبب الحميات وغيرها. المركز يتوسط ثلاث محافظات اللي هي حقة وريمة والمحوين، قد يتوافد الحالات من باقي المحافظات والأرياف الخاصة بالمدينة، فيتم عمل جلسات تعليمية لأهالي الأطفال حتى يتمكنوا من الممارسة في المنزل ويكون النتائج أفضل. طبعا المركز في هناك اكثر يعني صعوبات ومشاكل يعاني منها المركز، يعني منها غياب الدور الحكومي بشكل عام وغياب المنظمات بشكل نهائي. ذوي الاحتياجات الخاصه نعاني من بعض الوسائل، المواد اللي نستخدمها، وايضا الازدحام الكثير على المركز، الحالات يعني بكثره لان ما فيش معانا هنا في مدينة الحديدة بشكل عام، يعني عدم توفر ذوي الاحتياجات الخاصة مراكز، فعشان كذا نعاني من كثرة الحالات. صعوبات ما فيش يعني مركز لذوي الاحتياجات الخاصة، يعني هنا بشكل عشوائي، معك صعوبات داون اللي هم إعاقة عقلية، معك صعوبات في النطق، معك صعوبات تآزر بصري حركي. هؤلاء كلهم الوحيد اللي فئة المفروض ان احنا نقسمهم الفصل المتخصص ده. مركز وحيد هو الذي أصبح مزدحما يأتي إليه المعاقون من كل المديريات ومن أرجاء المدينة، ويناشد أهالي الحديدة الجهات المعنية بتوفير مركز كبير أو مراكز متعددة لذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير الأجهزة اللازمة لمساعدة كثير من الأسر على تجاوز أمراضهم واحتياجاتهم، فعدم الاهتمام بهم سيشكل عبئا ليس فقط عليهم وعلى ذويهم، بل على المجتمع بأكمله. يعاني الرجل الستيني صالح حيدر العيدي من مرض السرطان الذي أفقده إحدى عينيه قبل أعوام، ويهدد عينه الأخرى فيما هو مقعد ليس له أحد سوى زوجته المسنة أيضا، يحتاج إلى عملية وإلى مد يد العون. في زاويته المظلمة يقعد العم صالح العيدي من مديرية العتمة على كرسيه المتحرك المتهالك، فهو المقعد منذ أعوام والذي يبلغ الستينات من عمره، وحيدا هو وزوجته يتقاسمون آلامهم وأحزانهم. فقد عانى العم صالح قبيل أعوام من أمراض عدة كالضغط والسكر وآخرها سرطان في الدماغ، والذي جعله عاجزاً عن الحركة والكلام بشكل واضح، وتفاقمت الأمراض عليه ليأكل هذا المرض الخبيث عينه اليسرى وينهيها، لكنه اليوم يعود إليه من جديد ليهدد عينه الأخرى. هذا زوجي مع اسمه صالح حيدر قايد العيدي. ايش في العم صالح؟ معوق بينه سرطان، بينه السكر، بينه الضغط، بينه كل شيء. كم له على الحال هذه؟ 4 سنين. طيب من ايش يعاني؟ احكي لنا. من المرض. عينه دي قلب عدنا له، هذه عينه هذه بينه سرطان. راح نشتي عمل العين الثانية. ما بش بيدينا ولا حاجة. حالتنا حالة. متى بعثتوا له العين الأولى؟ قبل 4 سنين. أحتاج مساعدة. وأنا عندي سرطان. عندي الضغط، عندي السكر، عندي حالتي حالة. والله ما سرق زعمل هنا لهناك. كيف تعيش يومك؟ كيف تحس؟ أنا ما معي إلا باقي عربية. يعني ما تقدر حتى تقوم وتروح؟ والله حرام ما سرق زعمل هنا لهناك. اسألهم قلدهم والله. ما يبدون إلا بزد. طيب إيش اللي تحتاجه يا عم صالح من أهل الخير؟ أهل الخير شيء يساعدوني ما كتب الله. أنا حالتي حالة، خلي على الله. رجل مقعد ليس له أحد بعد الله تعالى إلا زوجته الكبيرة في السن أيضا،
والتي لم تعد تعلم ما الذي سيحل به إذا ترك كما هو عليه، تبكي خفية كل ليلة على حالهم وعلى حال الدنيا أين زجت بهم، فهما الضعيفين الذين لا ولد لهم يساندهم. سن فأنا له بعدنا له العين هذيك، قالوا نسن فحصة علشان يقرروا عين ما منشين، ما حصلناش حق فحص العين هذيك، جلست تطلع عندي بن مغرب مدري ما رجعك ورجعك ما حصلت حتى قالوا بثلاثين ما حصلت الثلاثين سر فحصة رجع كل جمك بقى، قالوا عينه العين ما تشاء كل إنه شارجع بالعين الثاني، ما حصلناش حق الفحص. الحين هذا حاجة تأكل بين عينه نسمر طولات الليل نكمش له كذا بما قرأ كله يلهب. تناشد زوجة العم صالح فاعلي الخير مساعدتهم في إجراء عملية لاستئصال الورم من رأسه والتي تكلفهم قرابة 3 ملايين قبل أن يخسر عينه الأخرى تماما، وتدعو الجميع أن يعتبروهما مثل والديهم وأن يعيناهما على مصاعب وويلات الحياة. نحتاج مساعدة كما أدي الله حياتنا بدي نشتي نفعلوا العملية للعين الثانية. حالتنا تكلف العملية سنة لعندهم قالوا نشتوا مننا 700 من دين المعاي من دين هذا المعالجة هذا كذا كم ولا حد من اللي نزلت. حالتنا حالة ما سكنش ندي حتى نفعلوا كشاغة. من معكم؟ ما بش معكم حد؟ ولا معانا حد، معانا الا 7 بنات. وينهن؟ مزوجات. لم يجد العم صالح وزوجته من يبر بهم ويسندهم في كبرهم، لذا لجأ الى اهل الخير ليكونوا بمثابة اولادهم وسندهم. الآن نذهب وإياكم إلى فاصل من الإعلان ومن ثم نعود. طلاب كثيفون بأبين يشكون عدم تعميد شهائدهم الدراسية. يطلق عليه متابعه رجل المحبة والسلام، هكذا اشتهر المدون والناشط اليمني يحيى سرور على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي. هذا التقرير يسلط الضوء على الحاج يحيى قاسم سرور. عميد المحبة والسلام يحيى قاسم سرور كما يحب أن يطلق عليه متابعوه، وكما أطلقه على صفحته التي وهبها للمحبة والسلام لوطنه ومحبيه. من يراه للوهلة الأولى يرى سماحة اليمن وأصالته، ويرى السلام والوطنية تتجسد في محياه، طاقة مفعمة بالمسؤولية والحب الصادق لبلده وأبناء بلده يمتلئ بها هذا الرجل الذي أخبرنا ويخبر العالم بكل فيديوهاته التي ينشرها على صفحته كم أن الوطن أغلى من الروح، كيف لا وهو المناضل الإعلامي ابن المناضل، فوالده الشهيد قاسم علي سرور أحد أبطال ثورة 26 سبتمبر المجيدة. يحيى قاسم سرور طبعا إعلامي ناشط إعلامي معروف مترجل يمشي في الشارع ويرحب بالجميع يبتسم للجميع يلوح بيده بابتسامته، هذا عهدنا. نتمنى لزملائنا الإعلاميين أن نكون دائما دعاة محبة ودعاة سلام. إذا تكلمنا عن عمي يحيى نحن بنتكلم عن واحدة من القامات الوطنية حقيقة اللي بيسعدوا كل الناس، يتنقل حقيقة مثل النحلة بين حدائق مليئة بالزهور، يطل علينا من مناسبات، يطل علينا من أفراح، يطل علينا من صور جميلة، ينقل كل ما هو جميل حقيقة عن اليمن، عن صنعاء، عن ناسها، عن أبنائها، عن خيراتها في ظل الحرب الطاحنة حقيقة والذي آلمتنا وسكن الألم في كل بيت وفي كل نفس. تظل ابتسامة عم يحيى وكلام عم يحيى وفعالية عم يحيى هي اللي بتعيد لنا يعني حقيقة التفاؤل والأمل والجمال. 200,000 متابع أو يزيدون هم متابعو يحيى سرور، ويوم النور هو اليوم الذي يطل فيه على جمهوره على التلفاز أو على مواقع التواصل الاجتماعي، استقبلنا بكل حفاوة ونشاط وترحاب.
يتجول بمعلوماته الشيقة لتصبح المناطق التي يزورها مختلفة عما نعرف، فينقب فيها عن الكنوز، كنوز اليمن، ليظهر حلتها الحقيقية التي حاولت الحرب أن تردمها. حوالي 200,000، 5,000 صديق حسب نظام المستر مرك، والآن قربوا على 100,000، ومعظمهم كلهم من السفراء والطيور المهاجرة، لأنه أنا أستخدم اللايف، لقاء هنا، ابتسامة هنا، نقل فعالية هنا، مناظر جميلة، أمطار خير، بركة، أرض طيبة، بلد طيبة، ناس طيبون، أم فاضلة، أبو فاضل، الزهر والزهرة أحباب الله، ونقول يعطيكم العافية، ونقل اللايف، ونديه التحية والسلام، ونعود إلى أماكننا سالمين غانمين مبتسمين. هذا وعد الصفحة. يوم النور الذي قضيناه بالحديث الشيق مع يحيى سرور، والذي حفر أثره الكبير في ذاكرة اليمنيين أينما حل، ليشعر المستمع إليه وإلى جولاته وحبه وعطفه على الناس أن الدنيا لا زالت بخير، ويطمئن بأن اليمن لا زالت بوجود سرور أمثاله وستظل بألف خير، فمحبوه كثر والأصالة لا تندثر. يشكو الطلاب الكفيفون بمدرسة فاطمة العاقل الكفيفين بأبيان إدارة المدرسة ومكتب التربية والتعليم بمديرية خنفر رفضهم توقيع وختم شهادات دراساتهم. حرموا من نعمة البصر، فأراد البشر حرمانهم من نعمة التعليم. مكفوفون يعيشون حياة الظلام منذ أن خلقوا، لكنهم يرفضون ظلام الجهل والأمية. إنهم طلاب مدرسة فاطمة العاقل للمكفوفين بمحافظة أبيان، الذين يشكون صعوبة التوقيع وختم اعتماد شهائدهم لهذا العام، محملين مكتب التربية والتعليم بمديرية خنفر مسؤولية ذلك. احنا الآن شتي ختمونا على الشهايد من التربية والتعليم خنفر، حل الآن ولا أي حاجة، يعني ما فيش أي ختومات موجودة في الشهايد حق 2019، ونطالب بالتربية والتعليم ان تساندنا على الاقل بالشهايد ختومها ان شاء الله. يعني حل الان احنا مش طالب اي حاجه الا بالشهايد، ونتمنى الان يساعدونا زي الان اطفال مكفوفين، يشتري لهم مخيمات يلعبوا يعني بدل الاستراحه وقت يعني له رفاهيه، هم اطفال يعني زي اي اطفال. احنا عندنا هذه السنه 7 مراحل دراسيه، واذا فتحنا هذا العام مدرسه، فتحنا فصل متابعه اليوم حول الاميه. الفصول صغيرة جدا، يعني فصل فيه 4 مراحل دراسية وفصل فيه 3 مراحل دراسية والإدارة المدرسة كمان. إضافة إلى ذلك المدرسة مفتوحة ما فيش سور، وإحنا عندنا أطفال صغار يعني ممكن تعرضوا لتجزع سيارات تجزع سياكل. في العام 2013 استقر الطلاب المكفوفين بمحافظة أبيان، وبعد معاناة طويلة من التنقل اليوم هم في مبنى مكون من فصلين دراسيين فقط، يضمان 35 طالبا وطالبة في 7 مراحل دراسية. فالمدرسة الوحيدة لهذه الفئة تعاني من قلة الفصول الدراسية مقارنة بالعدد المتزايد للطلبة المكفوفين. المدرسة مضيقة بالطلاب كثير فيها، وهي فصلين، لا فصلين يعني موجودين حاليا الآن، حل الآن فصلين، نبغى نتوسع الخيام دي حتى نوزع الطلاب بعضهم فيها، وثاني شيء في طلاب يعني زي أطفال صغار نشيل لهم خيام يلعبوا فيها داخل، تخاف عليهم الباب ما التربية والتعليم كبير يخرجوا عيال كفيفين، يعني تخاف عليهم من ذا الشيء. نطالب إن شاء الله من سمع صوتنا ونتكلم ونناقش إنهم إن شاء الله يلبوا طلبنا. مبسوط لهذا الفصل الجديد إن لدينا مدرسة، ولكن مبسوطين لكن الصفوف ضيقة علينا، وهذه السنة الشهايد لن تختم من مكتب التربية والتعليم. وماشي ختموا الشهايد في مكان التربية والتعليم، والصفوف شحن علينا ضيقة، يعني نشتري صفوف نعم يعني عشان نتوازع في بها. هذا العام تم رفض ختم شهائدنا لهذا العام، والشهايد لحد الآن موجودة ما أقدر نسلمها للطلبة لأنه مش فيها ختم مكتب التربية والتعليم، وفي عندنا مراحل انتقالية، يعني ممكن صف أول ثاني نعطيهم الشهاد، لكن صف سادس سابع ثامن هذه مراحل انتقالية، كيف نعطيهم شهاد مش مختم مكتب التربية والتعليم؟ وإحنا إلى الآن مش عارفين إيش السبب الرئيسي بعدم ختم الشهاد. مرة يقولوا لازم يكون عندكم ترخيص، مرة يقول لازم تكونوا التوجيه المركزي حق عدن ينزل. طيب إذا المسألة فيها مسألة توجيه، ليش ما ينزل التوجيه خنفر
أو توجيه المحافظة يشوفوا نحن ندرس الطريقتين، ندرس طريقة برايل وندرس طريقة ضعاف البصر وندرس طريقة الطلاب العاديين. رغم تأسيس شعبة المكفوفين بمكتب التربية والتعليم إلا أن تأخر اعتماد شهائدهم ما يزال قائما، ويناشد طلاب وطالبات مدرسة فاطمة العاقل للمكفوفين وزارة التربية والتعليم بإتمام التوقيع على شهائدهم ليتسنى لهم مواصلة دراستهم. أحيا كوكبة من الفنانين والأدباء والشعراء والمثقفين بعدن فعالية الذكرى الأولى لرحيل بلبل لحج وأحد رواد الحركة الفنية المطرب الكبير عبد الكريم توفيق. رحمتك قمت تنقذني يزيد الخير بالنكران، أمنتك صرت تخدعني فربك ما عذا مخان. في مرحلة ما بعد وفاة الفنان هناك فن لا يموت معه، كمن يغرس في راحة الحياة نغم يتكرر. هكذا كان الفنان الراحل عبد الكريم توفيق بأسلوبه الفني المتميز عندليبا يمنيا بحق، لم يرحل عنا فنه بمجرد الوفاة. الذكرى الأولى لرحيل الرائع عبد الكريم توفيق امتزجت بالحزن والفخر لما تركه خلفه من فن يعتبر منهج لكل فنان يمني مبدع. اليوم طبعا الذكرى الأولى أو الفعالية الأولى لذكرى رحيل الوالد الفنان عبد الكريم توفيق رحمه الله. والدي طبعا قدم الكثير والكثير من الأعمال سواء داخل البلد أو خارجها. اليوم كما ترون احتفال كبير وحضور كبير لهذا الفنان الذي قدم للشعب الكثير والجميل. فاليوم الذكرى الأولى لرحيله، ونقول رحل الفنان عبد الكريم توفيق بن سند ولكن بقت أعماله خالدة في قلوبنا. قامت هذه الفعالية الكبيرة التي على الأقل تعطي نوع من التفاؤل لكثير من الفنانين الشباب، أنه من قدم لهذا البلد وفي مجالات الثقافة والأدب والفنون لن ينسى وسيذكر حتى بعد مماته، وهذا دليل على الوفاء ومقابلة الإحسان بالإحسان. العندليب اليمني والأسمر الذي غنى وأطربت أغانيه كل اليمن من أدناها إلى أقصاها ممزوجة بالحب والمرح والحضور الذي نافس كبار الفنانين في البلد، حيث تنافس الشعراء لكتابة أغانيه رغبة في شرف يبدع معه بصوته المتألق في رشاشة الرذاذ الفني الذي خسرت معه اليمن عملاق الرحلة في 30 من تشرين الأول من العام 2019 الذي ودع معه نهاية أبدية لفقيد في الفن اليمني. يعجز اللسان عن قول الكلمات في هذا الموقف. يعني صار عبد الكريم كروان فنان عملاق، يعني هامة فنية لا يستهان بها، ورحمة الله عليه. وطبعا يعني عبد الكريم توفيق كانوا كبار الشعراء والملحنين ويتسابقون على تقديم له الأعمال الفنية. عبد الكريم توفيق أضاف نسخة جديدة للأغنية اللحجية أو صورة جديدة للأغنية اللحجية، صورة غير مألوفة عما ألفته الأذن في لحج في الخمسينات طبعا عند اكتشاف هذا الصوت الكرواني صوت العندليب عبد الكريم توفيق. تهتف الملحنون والشعراء لهذا الصوت لتقديم أعمالهم وروائعهم، وظهرت مدرسة جديدة مدرسة عبد الكريم توفيق في الأداء تكاد أن تكون متميزة في الوسط الفني وفي الوسط الشعبي. الكروان اليمني الذي غنى للحب للثورة والوطن مزج روعة الإحساس بعبقرية الكلمات التي خلقت فراغا كبيرا بغيابه الحزين. الله يرحمني فقدته كثير والله العظيم. تباني بكي أنا ماشي معي باقي دموع
تباني شكي من باين صيف القلب الولوع بس قل لي كيف بنساك كيف بتمنى وبس لك بس قل لي كيف بنساك كيف بتمنى وبس لك انت في قلبي قلبي هنا بين الضلوع تباني بكي انا ماشي معي باقي دموع ماشي معي باقي دموع حزينة لفراق زميلي وحبيبي الفنان القدير الكبير عبد الكريم توفيق رحمة الله عليه وسعيدة لوجودي في هذا اليوم وأشوف هذا الحشد الكبير لأول مرة حفل تأبين يكون فيه جميع المبدعين والفنانين من كل الأطراف وأيضا حتى المسائل موجودين وأنا سعيدة جدا أنه هذا الحشد الكبير يكون متواجد اليوم يعني هذا إن دل على شيء دل على أنه كانت روح عبد الكريم الجميلة الحبيبة طيبة مع كل الناس ولهذا هو كان محبوب من كل الأطراف وكل الأجيال القديمة والجديدة رحم الله الفقيد عبد الكريم توفيق رحمة الأبرار والطيبين ورحم معه فنانين الذين ما يزالون يكافحون صعوبة الحياة في تفهان شديد مناشدين مسؤولي هذا البلد بالوقوف إلى جانب الفن اليمني الذي يمر بأزمة مضافة إلى أزمات البلد. أما الآن فنتوقف مع قضايا دولية وهذه الفقرة بشراكة مع دوتفيل الألمانية لكن بعد الفاصل. اتسعت دائرة الغضب ورقعة الاحتجاجات في العالم الإسلامي على الرسوم المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم وردا على تصريحات فرنسا في حقيتها في نشر مثل هكذا رسومات دعوات مناهضة لفرنسا خرجت ودعت إلى مقاطعة البضائع الفرنسية وسنحاول في هذه الفقرة من قضايا دولية بحث التفاصيل حول هذا الموضوع ينضم إلينا من ألمانيا الخبير بالشؤون الأوروبية والألمانية دكتور عبد الرحمن عمار مرحبا دكتور عبد الرحمن مرحبا دكتور عبد الرحمن إذن رقعة الاحتجاجات تتسع حول موضوع الرسوم المسيئة وقول فرنسا إنها من حرية التعبير ما مؤشر اتساع هذه الاحتجاجات إلى أين يمكن أن تسير؟ نعم شهدت الكثير من العواصم الإسلامية وحتى كثير من المدن الأوروبية مظاهرات تخللتها أيضا تخلل بعضها أعمال العنف وهناك دعوات لمقاطعة المنتوجات الفرنسية والكثيرون بدأوا فعلا في تطبيق هذه الدعوات وهناك مخاوف لأن يتعرض الفرنسيون خارج التراب الفرنسي في البلدان الإسلامية لأعمال عنف واعتداءات ووجهت الخارجية الفرنسية نداءات لمواطنيها لتوخي الحطاء والحذر هناك أيضا مخاوف من أن تستغل كل هذه الأحداث من طرف الإسلامويين المتطرفين لتبرير أعمال عنف ضد الفرنسيين وضد غير المسلمين وهناك أيضا مخاوف من أن تتسع الهوة بين المسلمين وغيرهم طبعا كل هذا أيضا بث الانقسام ليس فقط وسط الأوروبيين بين مدافع ومنتقد للرسومات بل أيضا بين المسلمين أنفسهم بين من يراها حقا مشروعا في دولة ديمقراطية تتبع النظام اللائكي وبين من يراها ازدراء لدينه ويجب التصدي لها بكل ما أتي من قوة مع قرب الانتخابات الفرنسية هذا الموضوع أتى في هذا الوقت هل لخدمة ماكرون أم هي حركة شعبية عشوائية؟
ماكرون لا يتحكم في أجندة شارلي إبدو ولا في غيرها، هناك حرية التعبير والصحافة مكفولة للجميع في أوروبا ونفس الشيء في فرنسا، لكن التوقيت الذي ظهرت فيه هذه الرسومات وبعد خطاب ماكرون عن الإنعزالية الإسلامية وقوله بأن الإسلام يعيش أزمة وظهور هذه الرسومات جعل الكثيرين يربطون بينها وبين خطاب وتوجه ماكرون، وأيضا إعادة نشر هذه الرسومات في بعض المؤسسات الحكومية الفرنسية جعل الكثيرين يعتقدون بأن فرنسا كدولة تتبناها. طبعا ماكرون إذا لو لم يتحرك ليدافع عن حرية التعبير وعن هذه الرسومات فسيتم استغلال ذلك من اليمين المتطرف بأنه يعني يستجيب لضغوطات الإسلام والإسلامويين وسيدفع بالكثيرين إلى التصويت لصالح اليمين المتطرف، ولهذا حاول ككل سياسي في العالم استغلال حدث ما من أجل يعني مكاسبه السياسية، أخطأ في كثير من الأمور لكنه أصاب في بعضها. في المقابل دكتور عبد الرحمن، إذا ما تحدثنا عن تركيا التي ظهرت كدولة الأولى في التنديد بهذه الرسومات والدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل ذلك ناتج عن اعتبارات دينية أم خلافات بسبب الخلافات السياسية مع فرنسا؟ هما معا، رئيس الدولة والسياسي بشكل عام، أي تحرك يقوم به وأي تصريح له أسباب سياسية بكل تأكيد وليس لخدمة الدين، ولكن إذا نظرنا إلى الحالة التركية وأردوغان تحديدا الذي يتبنى أيديولوجية إسلامية وحاول أيضا القيام بالكثير من التغييرات داخل الدولة التركية تراجعا للمكاسب العلمانية قبله، فإن الدافع لديه هو ديني ومعروف عليه دفاعه دائما عن قضايا الإسلام والمسلمين، وطبعا في لديها شق آخر هو توجيه انتقادات للفرنسيين بسبب الخلافات القائمة بين الطرفين، بدأت مع فرنسا بعد اعتراف الفرنسيين بجرائم الإبادة ضد الأرمن، وتتواصل مع الخلافات بين باريس وأنقرة في شرق المتوسط، في التدخل التركي أيضا في ليبيا وأيضا في سوريا والعراق وكثير من مناطق الأزمات، وهذا يجعل الطرفين يستغلان كل الأوراق للنيل في بعضهما البعض، والرسومات حاول ماكرون وحاول أيضا أردوغان أن يستغلها لتصفية حساباته مع الآخر. هناك قيود كثيرة لا يمكن لحرية الرأي الخوض فيها، مثل الهولوكوست، مثل معاهدات السامية وغير ذلك. لماذا لا ينطبق مثل هذا أو مثل هذه المواضيع على رسول المسلمين؟ في الحالة الأوروبية يجب أن نفرق بين كل دولة على حدة. ألمانيا ليست هي فرنسا. فرنسا منذ 1905 تتبع نظاما لائكيا وتتخذ نفس المسافة مع كل الأديان بما فيهم الدين المسيحي واليهودي والإسلامي وكل الطوائف الدينية الأخرى، وحرية التعبير مكفولة. إذا نظرنا إلى الحالة الألمانية مثلا، فإن ازدراء الأديان يعاقب عليه القانون إذا كان دافعا لإثارة الفوضى والشغب في المجتمع، لكن الاحتجاج سواء في فرنسا أو حتى في ألمانيا يجب أن يتم عبر مصادر قانونية وإدارية، ولا يمكن البت القيام بذلك بالعنف. مثلا عندما يرسم شخص رسما كاريكاتوريا ويقتل فهذا يعني غير مقبول، هذه جريمة لا يمكن المقارنة بينها وبين الهولوكوست. وشارلي إبدو سبق لها أن نشرت رسومات تنتقد فيها المسيحيين وتنتقد فيها اليهود، وحتى إيران قامت بنشر الكثير من الكاريكاتورات التي تشكك في المحرقة، لكن لم تكن هناك أعمال عنف ولم يتم سلب حق الحياة لا للرسام ولا لمن رسمها. وبالتالي فالنقاش يجب أن يكون بأن الفن في سياقه الأوروبي له قواعده، والرد على الفن والإبداع يجب أن يكون بالإبداع والاحتجاج ورفع شكايات في المحاكم وليس بالعنف.
ماكرون تحدث عن فبركة في حديثه أو أنه أسيء الفهم، نفى أن يكون هناك أي دعم حكومي لمثل هكذا رسوم. ماذا حدث بالضبط؟ ما الذي يجري بالضبط دكتور؟ الحكومة الفرنسية لا يمكن أن تدعم أي صحيفة أو لا يحق لها قانونا، لأنها يجب أن تأخذ نفس المسافة بينها وبين الجميع، لا المؤسسات الإعلامية ولا المؤسسات الدينية. طبعا تم ربط إعادة رسم رسومات للنبي الكريم في مباني حكومية فرنسية بأن هناك دعم حكومي مباشر لها، وأيضا القول بأنه لن يتراجع عن هذه الرسومات، قرئ بأنه يتبنى ذلك، ولكن فيما بعد يعني انتبه لأنه ربما كان هناك خطأ في اختيار لغته وخطابه، لأن فرنسا فيها أيضا مسلمون كثر، وعلاقات الفرنسيين بالمسلمين والدول الإسلامية متجذرة في التاريخ، وحاول استدراك ذلك، وهذا هو الأهم. إذا ما عدنا إلى موضوع المقاطعة، هل ستؤثر، هل أثرت بالفعل على تصدير المنتجات الفرنسية للعالم الإسلامي؟ بكل تأكيد، المقاطعة هي تسمى دائما بأنها حرب بلا نار، وإذا تكبدت الشركات والمنتجات الفرنسية خسائر كبيرة فإن الضغط سيعود على الحكومة الفرنسية، وتطالب الشركات الحكومة الفرنسية بتحمل المسؤولية، ربما تطالبها بتعويضات خصوصا في هذه الفترة الحرجة في ظل أزمة كورونا التي بدأت فيها الكثير من الشركات أصلا تتكبد خسائر كبيرة، وأيضا الاقتصاد الفرنسي الذي لا يمر في أحسن حالة، لا ذلك يتوقف على نسبة الإقبال على المقاطعة للمنتجات الفرنسية. أخيرا دكتور عبد الرحمن، إغلاق للمساجد في أوروبا، منع النساء المسلمات من حق ارتداء الحجاب في الأماكن العامة، في حين الرهبان وغير ذلك من الديانات ينشرون الملابس ويفعلون ما يشاؤون. البعض يقول أنه هذا أو هذه ازدواجية في حرية التعبير، كيف تعلق؟ ما يتم منعه في أوروبا هي المساجد والجمعيات التي لديها توجه متطرف وتدعو إلى العنف، وذلك يشمل أيضا الجمعيات اليمينية المتطرفة، ويشمل أيضا الكثير من المنظمات والطوائف المسيحية المتشددة خصوصا القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، أنشطتها مراقبة جدا. والحديث عن الحجاب هو ممنوع صحيح في بعض الدول، لكن داخل المؤسسات العمومية كارتداء الحجاب أثناء التدريس بالنسبة للمدرسين وفي المجال القضائي، لكن كانت هناك الكثير من القضايا التي تقدمت بها محجبات في المحاكم الأوروبية كما هي الحالة في ألمانيا، وكسبت الرهان ومن حقها ارتداء الحجاب، وبالتالي فإن التعميم ليس صحيح ولا يمكن الجزم بأنه يتم التعامل بحيف مع المسلمين. ونرى الكثير من المحجبات في الشوارع الأوروبية، والكثير من الأشخاص بلباس أفغاني وعربي حتى، لكن عندما نكون في مؤسسة عمومية يكون فيها أديان مختلفة وإثنيات مختلفة يجب مراعاة ذلك، لأن هذا أساس الدين وأساس الديمقراطية، بأن الإسلام في حد ذاته هو دين اعتدال ودين الوسط ودين تسامح خصوصا في سياق غير إسلامي. الخبير بشؤون الأوروبية والألمانية بمؤسسة دوتفيلا الألمانية دكتور عبد الرحمن عمار، شكرا جزيلا لك. عفوا. إذن مشاهدينا الكرام، نهاية فقرتنا من قضايا دولية بالشراكة مع دوتفيلا الألمانية. تتابعون نفس الفقرة بموضوع مختلف الأسبوع القادم. الآن نتوقف وإياكم مع جملة من الأخبار القصيرة. يقام مهرجان الجونة السينمائية كل عام في دولة مصر، والذي يهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها. ويسعى المهرجان في كل عام إلى خلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال فن السينما،
كما يعمل على وصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. وقد أقيمت الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي في الفترة ما بين 23 وحتى 31 من أكتوبر تشرين الأول للعام 2020 في مدينة الجونة الرائعة الواقعة على شاطئ البحر الأحمر. سعى المهرجان إلى تقديم برنامج سينمائي حافل بأهم وأحدث الأفلام العربية والدولية، وتشمل أقسام البرنامج أفلاماً داخل مسابقاته الرسمية الثلاث: مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، ومسابقة الأفلام القصيرة، وبرنامجاً رسمياً خارج المسابقة، بالإضافة إلى برامج خاصة. كما نظم وبشكل موازي للعروض منصة الجونة السينمائية، وهي ملتقى إبداعي واحترافي صمم من أجل تنمية ودعم المواهب الواعدة من مصر والدول العربية، والتي خلقت فضاء للقاء المخرجين والمنتجين والموزعين العرب والدوليين، وهدفها الرئيسي تعزيز فرص الشراكة الإنتاجية لتطوير السينما العربية. كما لاقت اليمن نصيبها من أمنيات عدد من الممثلين المصريين الكبار متمنين لليمن وشعبه الأمن والاستقرار والسلام. تمنياتي للشعب اليمني بالخير والسعادة والأمل اللي احنا كلنا كمان بنتمناه للشعب اليمني، ان ربنا يديم او يحل بقى بالاستقرار والامن والامان ليهم على بلدهم وعلى شعبهم الجميل. وفعلا بتمنى الخير مش لليمن بس، لكل العالم العربي والله. انا طبعا بحب كل جمهوري في الشعب اليمني لان كتير بيكتبوا لي وبقرا كل رسائلهم. بتمنى لهم دايما الاستقرار والامان والخير، وبتمنى لهم السعاده لان هم شعب جميل وشعب قريب مننا جدا. بحبكم قوي نكلة بقى. بقول لكل الشعب اليمني يعني ربنا يكرمكم ويسعدكم ويفرحكم، وانتوا اخواتنا ويا رب دايما في صحة وسعادة وامان وكل حاجة حلوة يا رب. تحياتي للشعب اليمني العظيم، واتمنى لي كل الامن وكل الاستقرار، واتمنى ان شاء الله انه يبقى في استقرار عظيم وتفوق دائم باذن الله. بتمنى لكل الشعب اليمني الصحة والسعادة والامان يا رب، وكل الدول العربية كمان. لا شك أيضا أن كورونا أثر بشكل ملحوظ ليس فقط على سير المهرجان بل في جميع أنحاء العالم، لكن التنظيم والتنسيق والتنفيذ للمهرجان كان على قدم وساق لتقديم أفضل ما يمكن تقديمه مع الحفاظ على سلامة المشاركين والضيوف. اختارت منظمة التعليم أولا السويسرية المعلمة اليمنية نهى سلطان سعيد ضمن أفضل مدرسي اللغة الإنجليزية في العالم. وقامت المنظمة السويسرية حفلة تكريم للمعلمة، وقالت على موقعها الرسمي إن المعلمة نهى سلطان اختيرت كأفضل معلمة للغة الإنجليزية في العالم ضمن مسابقة شارك فيها 700 معلم ومعلمة من 40 دولة. أصدرت السلطات السعودية قراراً بمنح 25 مقيماً ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة، بينهم 5 يمنيين، ذلك لقاء تبرع كل منهم بدمه 10 مرات. بهذا نصل وإياكم إلى نهاية صدى الأسبوع، شكراً لمتابعتكم